أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1,833,000,000,000. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 نسبة بلغت 1%، ليغلق عند مستوى 17,090 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 نسبة بلغت 0.61% عند مستوى 3,084 نقطة. ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.89% عند مستوى 4,649 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 13.32% ليغلق عند 40.24 جنيها، يلي سهم حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال بنسبة بلغت 10.17% ليغلق عند 13 قرشا. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة أودن للاستثمارات المالية بنسبة 8.18% ليغلق عند 1.98 جنيه. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم كبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري نسبة بلغت 7.36% ليغلق عند 17 جنيهاً. والتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ أحمد أمين رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بك يا فندم وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية البورصة المصرية تواصل ارتفاعها، وتابعنا اليوم الارتفاع الكبير للمؤشر الثلاثيني، ما تحليلك؟ طبعا هو الارتفاع النهارده كان قبل ما نتكلم عن الارتفاع، فاحنا شفنا خلال بدايه من شهر مايو بدانا نشوف سلسله من عمليات جني الارباح، خصوصا بعد ما اختبرنا القمه اللي احنا اختبرناها في بدايه 23 اللي هي رينج مستويات ال 17800 مستويات ال 18000. دي كانت منطقه مهمه جدا بالنسبه لنا، وكنا بنتكلم عليها ان هي دي منطقه متوقع ان هو يبدا يظهر فيها ظهور سيلينج بريشر او ظهور بياع فيها يبدا يعمل عمليات جني ارباح. نعم. كان طبعا المستثمر لما وصلنا مستويات ال 18100 ومستويات ال 17800 كان بعض الاخبار بتتناقل ان احنا هيبقى في تخفيض لقيمه العمله وهتبقى نبدا نشوف ارتفاع اخر في الاسعار، ولكن بعد تبديد تلك المقوله بدانا نشوف عمليات جني ارباح واضحه. طيب نعم. بصوره اوضح او خلينا نتكلم بالارقام حاليا فضل. بالنسبه لاي جي اكس 30 جلسه النهارده بتختبر منطقه مقاومه مهمه على المدى اللحظي اللي هي رينج مستويات 17100. دي منطقه مهمه بالنسبه لنا، اذا تم اختراقها مع نبدا نشوف ارتفاع في احجام التداول فدي هتبقى اشاره ايجابيه بالنسبه لنا ان احنا نبدا نتحرك لنختبر مستويات ال 17800 عفوا مره ثانيه، ويبقى معانا 18100. ودي منطقه مهمه على المدى القصير، اذا تم اختراقها نبدا نشوف سلسله من الارتفاعات الجيده على اي جي اكس 30، ونبدا نشوف اختراق لمنطقه القمه الرئيسيه رينج مستويات ال 18400. طيب المستثمر في الوقت الحالي اللي بيتحرك عليه، عندنا ارقام مهمه بنبدا نتحرك عليها، عنده وقف الخسائر ودي نقطه مهمه بالنسبه له لازم نكون عارفها وهو بيتحرك في الوقت الحالي، هي مستويات 16600 دي منطقه الدعم اللي احنا اتحركنا منها وارتكزنا عليها خلال الايام الماضيه. اذا تم كسرها ممكن نبدا نشوف كسر مستويات 16600، اذا تم كسر مستويات ال 51 او مستويات ال 50 بالنسبه للسي اي بي هيبقى في نزول بالنسبه للمؤشر بالسي اي بي. دون ذلك شفنا بعض الاسهم بدات ترتكز على مناطق بيظهر فيها المشتري في الوقت الحالي، متوقع انها تبدا تكون مراكز شرائيه جديده على معظم الاسهم الموجوده الجيده بالنسبه للاي جي اكس 30، وخاصه في قطاع البتروكيماويات والقطاع العقاري. يعني لو جينا اتكلمنا على القطاع العقاري الفتره اللي فاتت بدات الحكومه المصريه تسن ان ممكن الاجانب بيبداوا يتحركوا في القطاع العقاري بشراء وحدات غير محدوده، فده متوقع ان هو يدعم القطاع العقاري. فاحنا بالتالي متوقع في النص الثاني من 23 بالنسبه للاي جي اكس 30 او بالنسبه للسوق المصري نبدا نشوف حركه جيده بالنسبه للسوق المصري في قطاع البتروكيماويات يستمر في الايجابيه الخاصه به، ويعقبه قطاع العقارات، خصوصا معروف ان السوق المصري من القطاعات الكبيره اللي بتبقى تتحرك فيه هو القطاع العقاري، ويعقبه بعد تحرك القطاعين متوقع ان احنا نشوف قطاعات الفينتك والاستشارات الماليه يبدا يتحرك ايضا معاهم بالتوازي. نعم أستاذ أحمد، وماذا عن المؤشر السبعيني الذي واصل الارتفاع؟
بالنسبه للمؤشر ال 70 هو كان اداؤه جيد على عكس اي جي اكس 30، خصوصا في تداولات الاسبوع الحالي، وبيختبر منطقه مهمه بالنسبه لنا حاليا، هي مستويات ال 3100، ودي منطقه مهمه اذا تم اختراقها، متوقع اختراقها خلال الفتره القادمه، هنبدا نتحرك بشكل ايجابي في مستويات جديده بالنسبه لاي جي اكس 70. ان احنا هيبقى معانا مستهدف قريب هيكون مستويات ال 3200، المستوى التالي هيكون مستويات ال 3500، ولكن شرط عشان نبدا نكون مراكز جديده بالنسبه للاي جي اكس 70 ان احنا نخترق مستويات ال 3100 مصحوب بارتفاع في احجام التداول، وقتها نبدا نكون مراكز جديده ونبدا ننطلق لسيناريو جديد بالنسبه للاي جي اكس 70. ولكن في الوقت الحالي خلينا نتكلم على الصوره الحاليه، المستثمر ان هو يبدا يتحرك بمستويات ال 3025 كمستويات بروتكتيف ستوب لوس لي بالنسبة له، إذا تم كسرها يفضل إن هو خصوصا بالنسبة للمتداول الانترا دي إن هو يبدأ يجني أرباح. نعم بالنسبة للشورت تيرم تريد عندنا مستويات ال 2950 2930، دي مستويات مهمة بالنسبة له، إذا تم كسرها هنبدأ نشوف سيلينج بريشر قوي، فدي يعتبر مستويات وقف خسائر بالنسبة للشورت تيرم تريد أو المستثمر القصير الأجل في الوقت الحالي. نعم على أستاذ وجه أحمد العموم، اتفضل. على وجه العموم بالنسبة للسوق المصري متوقعين إن احنا خلال الفترة اللي جاية الانخفاضات مش هتبقى قويه زي الفتره اللي حضرتك فاتت. قلت جني ارباح. بالظبط، هي جني ارباح الفتره اللي فاتت مش هيعود بالقوه اللي احنا شفناها، متوقع بالتحديد على الورق اللي هو خلاص بيعتبر بيوصل لمناطق دعم، متوقع ان هو يكسب فيها مناطق شرائيه زي ما قلناها في القطاعات السابقه اللي تم ذكرها في الوقت الحالي. لسه كنت اسال حضرتك استاذ احمد بالنسبه بالضبط. للفتره المقبله والقطاعات ايضا الواعده بشكل عام، ما رؤيتك للسوق الفتره المقبله وما هي القطاعات الواعده، خصوصا حضرتك قلت من القطاعات الواعده هي قطاعات او قطاع العقارات. بالظبط كده يا فندم. ايه قطاعات اخرى؟ هما في ثلاث قطاعات والافضل ان احنا نركز عليهم، خلينا نذكرهم بالترتيب. اولا هيبقى قطاع البتروكيماويات، طبعا شفنا الاداء الايجابي من النص الثاني من 22 واستمر معانا ب 23 في النص الاول، فمتوقع ان هو هيكمل الدفعه الايجابيه اللي هو فيه والاتجاه الصاعد اللي هو بيتحرك فيه. القطاع الثاني هو قطاع المواد الاساسيه اللي منهم النساجون، نقدر نقول حديد عز والسويدي، شفنا برضو حركه ايجابيه قويه خاصه بيهم. قطاع النقل البحري شفنا ايجي ترانس كان من عفوا اسكندريه تداول الحاويات ليها برضه حركه ايجابيه، فاحنا كده دلوقتي قد ثلاث قطاعات متوقع ان احنا نبدا نشهد فيهم حركه ايجابيه. والقطاع اللي احنا ذكرناه في الاول خصوصا بعد التصريح اللي قالته الحكومه ان احنا عندنا متوقع ان هم يمنحوا الاجانب تملك لاكثر من وحده او بدون حد اقصى، فده متوقع ان هو يدفع المطورين العقاريين في ايجابيه خلال الفتره اللي جايه. فطبعا لو جينا بصينا على القطاع العقاري هنلاقي عندنا مصر الجديده، مدينه نصر، طلعت مصطفى، دايما الاجنبي بما يجي هيشتري من مطور عقاري هيدور على الاشهر او القطاع المطور العقاري الابرز، فده هيكون ليه تاثير ايجابي على اسهم العقارات. نعم. طبيعي يعتبر في حركه ايجابيه في السوق، هنبدا نشهد قطاع الفينتك زي اي فاينانس وفوري، وايضا الخدمات الماليه زي هرماس والقطاع الخاص بيها، هنبدا نشوف في حركه ايجابيه مع حركه السوق، فهو مرتبط بها بشكل كبير.